نعم. طيب يا شيخ، صلاة الفجر، صلاة الفجر من اللي ما يصليها جماعة ذنبه يا شيخ؟ ذنبه عليه الوعيد الشديد اللي تخلف عن صلاة الجماعة، أنه يعتبر هذا من النفاق إلا إذا كان له عذر. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا. نعم.